بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، نكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير. توقع انت لو قبلنا الخطاب نتاعو قررنا ويستقبل بينا يهزي بكرتوش حي بعد الحين الخبز قبل الحريه سمحت هي قالتها ناس شبعانه وتحب تنوم الشعب لا باب الحريه قبل الخبز رجع على العرسه طاح ضربوا الضو طاح مات ولدي هاك ما تشوفوا له هذا لونه لون مذبع البرزيسي خلاصيه لا تناسل عقبيه الثور شكون جابها الثور طاح محمد بوعزيزي كلنا محمد بوعزيزي الروح والدم الخيك يا شهيد الروح والدم كما نرحب ترحيبا كبيرا بهذه القافلة التي ترد على مدينة رديف قافلة الشكر بنا حق نتكلم ودنا غلطية ودنا نمارسوا في السياسة حتى ولو يسقط الدم من جديد لا عودة إلى الوراء ما يلزموش يبقى هنا المركز الناس كل ظلمت فيها الناس كل تربطت فيها كيف الناس كل توقفت فيها كيف يا ناس حسوا بينا رانا شعب واحد لا شعبين من بنزرت لطاطه